بسم الله. موقع تدرك في ار بيخليك تقدر تشوف لوح الاوتوكاد وتقدر تشاركها مع اصحابك. اول حاجة، اول ما بترفع الملف تقول له فيوز، تقدر تشوف اذا كان عندك اكتر من فيو، تقدر تشوفه وتبدل بينهم، تقدر تشوف الليارات وتقدر تخفي الليارات وتظهرها زي ما انت عايز بالشكل دوت. هتلاقي العناصر بدأت تختفي وتقدر تعمل فلتر للحاجات، يعني تقدر تشوف بعض الليارات بالشكل دوت. تقدر تشوف البروبرتيز بتاعت العناصر، اي عنصر تعمل سيلكت عليه تقدر تشوفه. يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعت العنصر اللي انت عامل سيلكت عليه. تقدر تقول له سيتنج عشان تشوف الاعدادات، تمام، بحيث ان انت ممكن مثلا تخصص حاجة لموضوع الزوم، تقدر تخصص الماوس بحيث ان انت اول ما تعمل سيلكت العنصر تبدأ تظهر لك الخصائص بتاعته. الابيرنس هنا برضو تقدر تشوف الكومنتات، لو حد كتب اي كومنت يبدأ يظهر معاك. اعداد طباعة لو انت عايز تطبع الملف دوت. السكرين شوت تقدر تاخد سكرين شوت وتقدر تعمل داونلود للمنظر بالشكل دوت، تقدر تعمله داونلود في اي لحظة، وتقدر تعمل شير يديك رابط معين تاخده كوبي وتبدأ تبعته لأصدقائك بحيث ان انت تشارك معاهم الرابط دوت، بحيث هم كمان يقدروا يكتبوا كومنتات وتعدلها في الشغل بتاعك.